الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث للعالمين هداية ورحمة، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارض عنا معهم يا رب العالمين. حكمان فقهيان في بداية مجلسنا. الحكم الأول سيكون يوم عرفة يوم الجمعة القادم، ومعلوم عند أكثر المسلمين أنه من السنة المؤكدة صوم هذا اليوم المبارك الفاضل، وأنه من أعظم الأيام، بل لعله أعظمها على الإطلاق أجرا وفضلا. ولكنه سيكون يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكره تخصيص الصوم فيه، فما يفعل الإنسان في مثل هذا؟ بعد العصر سألني بعض الإخوة عن هذا السؤال، وقال إنه سمع بعض طلبة العلم يقول إنه لا يصح هذا الصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فقلت هذا الكلام مبتور، جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، ما التفصيل في هذا؟ ورد في النهي عن صوم يوم الجمعة حديثان، حديث أخرجه الإمام مسلم وحديث آخر أخرجه البخاري ومسلم، وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الذي في البخاري ومسلم وهو الذي استشهد به طالب العلم الذي سمع منه هذا الشخص الحكم، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فأخذ هذا الطالب علم، وهو إنسان نشيط أعرفه، أخذ مباشرة بهذا الحديث فقال: إذا لم تصوم قبله أو لم تصوم بعده، طبعا لا نستطيع أن نصوم بعده، سبب ما بعده يوم العيد ولا يحل صوم العيد، تمام. أيضا فاجتمع أكثر من شيء في هذه القضية. فإنسان قال: يا أخي أنا ظروفي وضعي لا أستطيع إلا أن أصوم هذا اليوم، وهذا الحديث فيه نهي ظاهر. الحديث الآخر أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الحديث الثاني حل لنا المشكلة وبين لنا التفصيل: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال: إيش يعني في صوم يصومه أحدكم؟ يعني الإنسان له عادة أن يصوم في يوم معين أو في ترتيب معين، وكان يوم الجمعة في هذا التوقيت فلا حرج عليه. قال: مثل إيش؟ من السنة أن نصوم الأيام البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري بالمطلق، كل الأشهر على مدار السنة 13 14 15 تسمى الأيام البيض، وبعض الناس يقولون على 6 من شوال اللي مصومة بعد عيد الفطر يقولون 6 البيض، ما في شيء اسمه 6 البيض أبدا بالمطلق، الأيام البيض 3 من كل شهر على مدار السنة. طيب، فهذا الإنسان يصوم الأيام البيض، فظهر له اليوم من الأيام البيض يوم الجمعة فيصومه لا حرج عليه. إنسان معتاد أن يصوم مثلا في شهر شعبان، فجاء يوم في شهر شعبان وكان يوم الجمعة فصامه، هو معتاد في كل سنة يصومه. أكثر من سيصوم في عرفة لا يصومه للمرة الأولى، قال لك كان إيش بيصوم كل سنة، فهل هو معتاد له أم لا؟ إذن إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وأنا أصوم كل سنة في يوم عرفة، فإذا انتفت الكراهة، انتفت الكراهة حتى لو أفردته، يعني حتى لو ما صمت قبل يوم الخميس. أنا لا أقول هذا يا أيها الأحبة كي يعني أبعد الناس عن زيادة الخير. منذ أن دخلت الأيام العشر قلت صيامها كله سنة، وكلها صيامها كلها سنة،
فمن باب أولى أن يكون يوم عرفة، ومن باب أولى أن يكون يوما قبله، هذا أفضل قطعا. ولكن إذا أردنا أن نطلق الحكم الشرعي ينبغي أن ندرس القضية بشكل كامل. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، أحد أئمة المذاهب الأربعة، وهو مشهور جدا، كان إمام أهل المدينة، قال: كان هذا النهي خاصا في زمن رسول الله، فأما بعده فلا نهي. إن نهي تبع يوم الجمعة. قال: كان هذا خاصا في زمن رسول الله حتى لا يفرض صوم هذا اليوم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد هذا النهي موجودا. على كل، إذا ما دمت أنا قد اعتدت سابقا أن أصوم يوم عرفة ولو صادف يوم الجمعة، إذا أنا أصوم في يوم يصومه أحدكم. هذه المسألة الأولى.